نشرح نظرية عمل الموتور. قلنا إن في قانون عمل حج فاراداي كان بيقول إذا قطع موصل مجال مغناطيسي تولد به الكتروموتيف فورس أو قوة دفع كهربية، يعني فولت. هو الراجل ده بيقول إيه؟ بيقول لي عندي ثلاث حاجات، لو عندي حتة مغناطيسة أهي دي قطعها من سماعة، حتة مغناطيس زي دي كده، وعندي كويل أهو عملناه حتة مسمار ولفيت عليه سيل وطلعت منه طرفين أهو، وعندي بعد كده فولت. الفولت ده همثله بانه البطاريه صغير، الحجر الصغير ده، تمام كده اهو. عايز تحط حجر واحد ماشي، عايز تحط ثلاث اربع حاجات زي دول وتوصلهم سيريز بالتوالي مع بعض، بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، في الاخر تطلع بنفس الفولت اللي انت عايزه وصلهم. الراجل ده بيقول ايه اللي هيحصل بقى؟ لو انت عندك حته المغناطيسه دي والملف موجود اللي هو ده، تمام، وانت واخد بقى الطرفين دول بره وقطعت بدي، عملت كده هتلاقي هنا فولت. ده لو انت ايه البطاريه دي مش موجوده وانت هتخرج انت فولت، هتلاقي هنا فولت. طب ثبت دي وقطع دي كده قصاد المجال المغناطيسي، الخطوط اللي انت ما انت شايفها طالعه من هنا هتطلع برضو فولت. طيب حط دي بقى في الشارع وحط لي انت فولت هنا بالبطاريه وسلطته مر تيار في الكويل ده، هيطلع لك هنا خطوط مجال مغناطيسي، يعني لو جبت حته حديده هتلزق كده. بس هو ده القانون. وهنقوله دلوقتي عامل دلوقتي ادي التجربه، ادي المغناطيس وادي الكويل، تمام، محطوطين على مسمار وطرفين الكويل اهومت، وصلتهم بالجهاز اللي هيقيس بيه الفولت المستنتج، تمام، ادي الاف اهو وظبطته على ملي فولت، ملي فولت، تمام. طيب الملي فولت، الواحد فولت، واحد فولت 1000 ملي فولت، زي الواحد جرام 1000 ملي جرام. ولما دي ظبطته على الملي فولت لان حته المغناطيس صغيره وانا معدل التقطيع بتاعي مش هيبقى سريع اكني بسرع بروتور يعني ولا حاجه، فالفولت هيبقى قليل عشان اعرف اقيسه. طيب هنقطع دلوقتي بقى، ثبت ده اللي هو الكويل وادي المغناطيس اقطعه. طبعا في خطوط من هنا انا مش شايفها، بص بقى يا باشا هنا، وكل ما بزود معدل التقطيع تلاقي الملي فولت ده ايه بيزيد، تمام. ادي كده اذا قطع موصل مجال مغناطيسي تولد به فولت اهو. طب ثبت بقى المجال وقطع بالموصل بس بالراحه عشان الاطراف دي ما تروحش، بص كده نفس القصه بيقطع وبيولد لي فولت. اي نعم هو صغير، طبعا لو عايز فولت كبير اجيب مغناطيس كبير والف على حته حديده كبيره كده الف لفات اكتر. ادي هو ده قانون فاراداي. طيب لو انا بقى اديت فولت على الكويل، ارمي ده على جنب بقى كده، لو انا اديت فولت بقى حطيت هنا فولت بطاريه اي الحجر ده كده بوزيتيف نيجاتيف زائد سالب زائد، وقمت جاي ايه حاطه على الكويل ده، طبعا ده 1.5 فولت، فانا ممكن اجيب 7-8 حجاير واوصلهم سيريز بالتوالي عشان اجيب فولت اكبر شويه، او ممكن استخدم الباور سبلاي واديله 10 فولت كاني مستخدم ده هنا كده بس 5-6 منها، هطلع الفولت اللي انا عايزه، وده بيتحكم لي اكتر ان انا هرمي فولت صغير واكبره واشوف هيعمل ايه مع المغناطه. كل ما الفولت بيزيد المفروض يزيد المغناطه بتاعتي، او لو انا زدت عدد اللفات ازيد المغناطه بتاعتي. انا اثبت عدد اللفات واعلى بالفولت اشوف ايه اللي هيحصل في المغناطه. دلوقتي احنا وصلنا اهوت بقى، ادي الكويل وادي الطرفين بتوعه، وصلتهم بطرفين تانيين اكن طرف بوزيتيف طرف نيجاتيف، ان ده السورس بتاعي او الفولت بتاعي، وهشغل بقى الفولت ده بيطلع لي فولت. هشوف بقى انا هشغل بكام، انا هجيبه مثلا على 2 فولت، تمام، هو ده مثلا من 0 ل 10 5 شرط او 4 شرط، يبقى الشرطه ب 2 فولت. هشوف ال 2 فولت ده عملوا لي ايه هنا، ادي مسمار وهشوف ال 2 فولت المفروض جابوا لي هنا مجال، هل هيجذبوا؟ هي مغناطه قليل، الفولت قليل، هعلى بيه سيكا كده ونشوف لما بعلى اكتر. يبقى لما كان 2 فولت معليش، بص يا باشا خليناها 4، شوف النتيجه هتبقى ايه، حاول نجيب كده يعني مغناطه، بس برضو ممكن يسيب منه يعني مغناطه على قد ال 4 فولت. طب اعلى لي كده خليهم 10، المفروض كده انا زودت ضعف المجال المغناطيسي تقريبا عشان زودت الفولت، بص كده يعني مفيش الهواء تقل. طيب
اعمل دي ماجنتايزنج، شيل المغناطه خالص، افصل الباور سبلاي ده. خلاص كده يا باشا، انت كده لما فصلت السورس الفولت راح، المغناطه راحت، ودي فكره الاوناش الكهربيه اللي في المصانع الكبيره، بيبقى كويل كبير جدا، ملف كبير، بصله الفولت بيشيل الطرد ووصل المكان اللي انا عايز احطه فيه بسيبه. وهي دي في عجاله قانون فاراداي اللي كان بتاع سنه 5. شكرا.